بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. لزيادة المعلومة بالنسبة لهذا، عندنا الشاشة حجم 50، هذه طبعا عاطلة بها اللدات. اللدات هذه مالتها بدلناها كليتين، انصحكم لا تبدلون مسطرة واحدة او مسطرتين او ثلاثة، لانه ذني اللدات تلقى عمرن خلصان. فحتى تعرفون العدد مالتهن، عدد اللدات مالتهن، نجي نحسبهن واحدة 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 مساطر عمودية. كل مسطرة بيها 1 2 3 4، بيها 4 لدات. كل مسطرة بيها 4 لدات. هذا شوفوها علامات العطل، هي تطلع وميض صغير لعلامة الشاشة وتختفي رأسا. بالفحص راح تلقى اللدات. هاي بالنسبة للشاشة شينون، فهذه بدلناها كلهم، راح نشغل لكم اياها. هنا شغلناها وراح تشوفون الانارة مالتها. لاحظوا الانارة مالتها كلش اوكي، وبس راح نكمل شد الشاشة.